الله يمسك بالخير يا سيد خالد. مرحبا مليون، اهلا وسهلا. امسي عليك وعلى الشباب الموجودين والمبدعين معك. يا حبيبي يا مرحبا. الف شباب رصيدك ثمانية. الله يسعدك يا حبيبي. يسعد الله مساكم جميعا يا شباب. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. بس اسمح لي سيد خالد دقيقة بس من وقتك. تفضل يا ابو عبد الله حبيبي. اول شيء اشيد فيك بهالفقرة المميزة وطلتك البهية يا أستاذ خالد على الشاشة. حبيبي يعطيك العافية. هذه الفقرة رائعة، لولا بس تقاطع الأصوات البسيط اللي يعني خلنا نقول مزعج شوي، لكن بيض الله وجهكم. أمانة أنا فخور جدا 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 بما شاهدت اليوم. تسلم. أتصل وكلي فخر بهذه النسخة الرائعة جدا. أنا يعني هذولي هم شبابنا السعودي والخليجي. شباب قبل شوي تكلموا عن الاستثمار، أستاذ صالح أستاذ محمد. أمانة إحنا في زد رصيدك أيضا نستثمر، لكن نستثمر في هؤلاء الشباب اللي قدامكم. استهلون استهلون مثل هؤلاء الشباب هم من يستحقون أن نصدرهم ونثق جدا بالمحتوى اللي بيقدمونه من البدايات، وأنا كنت أراهن على هذه النسخة، النسخة الذهبية. استهلون استهلون اليوم يا أستاذ خالد قدامك عرضوا بضاعتهم وعقولهم، وأمانة كانت خير بضاعة. أنا مستمتع جدا 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 وعاجز عن التعبير. حديثهم اليوم يعني أنا أشوفه إثرائي أكثر من كونه تنافسي. الشباب حرصوا اليوم أنهم يوعون المجتمع، تحدثوا عن مواضيع مهمة، عن التنمر، عن إدمان الأطفال للجوالات، عن مواضيع إثرائية مثل الاستثمار. يعني أمانة خلنا نقول هؤلاء بالفعل هم من يستحقون أن يقودوا خلنا نقول أو يتصدروا الساحة في السوشيال ميديا في قادم الأيام. يا رب يا رب. أيضا هؤلاء الشباب هم شباب زد رصيدك، هم من سيبقون معنا إن شاء الله في البرامج القادمة. مثل هالعقول اللي نثق فيها وعايشناها 65 يوم خلنا نقول عايشناهم عن قرب، عشان كذا طرحنا مثل هذا البرنامج أو مثل هذه الفقرة، لأننا نثق بما ماذا سيقدمون. شفناهم في البرايمات واليوم نشوفهم معك دورات مختصرة، يعني اللي قدموها اليوم أنا أسميه دورات، دورة مختصرة مضغوطة في 5 دقائق قدمها كل نجم، أثرتنا جميع أبهرتنا. صالح يقول إذا أردت أن العلاقة تستمر لا تتطرق إلى المال، صح ولا لا يا صالح؟ أنا بتطرق لها الآن. كل مجموعة نعطيهم 5000 ريال رصيدي، يستاهلون يستاهلون الشباب. يعطيك العافية أبو عبد الله. بس اسمح لي يا أستاذ خالد بس. شكرا يا حبيبي. صوتك الميت لمين يا أبو عبد الله؟ دقيقة بس يا أستاذ خالد في نقطتين ثانية. أنا بس في بعد منظر ما عجبني. ترى أنا في كذا فيني أبي تحطون المخرج لو سمحت إذا بتنقل الشاشة على مكان جلوس مجموعة الفهري. أي لا لا وخر يا محمد، الله يعطيك العافية. هذا أنا شايف اليوم حب كم مع محمد. فالخصم ما راح يكون على المجموعة، راح يكون على محمد 500 ريال رصيدي خصم على محمد. ما بنا أوزع على الشباب، والله أوزع على الشباب. إذا شفت إذا أخوياك بيشيلونه معك خصم على المجموعة. نعم. كاملة. شكرا يستاهل يستاهل. طيب. والله يا أبو عبد الله ما بنا أنا الشباب اللي أعطيتهم والله. طيب الخاتمة لأنهم أبهرون اليوم وكانوا مميزين جدا، وهذه أيام فضيلة وأيام خلنا نقول اجتماعات أسرية، أجواء رمضان أجواء روحانية مليئة خلنا نقول بالطاعات وأيضا بالزيارات الأسرية، هم بعيدين عن أهاليهم، عشان كذا الشباب يجيهم جوالاتهم بعد شوي لمدة ربع ساعة يستخدمونها مجانا. بس أتمنى يا شباب أتمنى أرجوكم أنه ربع ساعة ويسلم الجوال. يعطيك العافية يا أبو عبد الله. شكرا يا حبيبي. ربع ساعة بدقيقة سيخصم على من يتأخر. شكرا لكم، شكرا لك سيد خالد. يعطيك العافية يا أبو عبد الله. الله يعطيكم العافية. شكرا يا حبيبي شكرا. خلاص 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 خلاص. شكرا يعطيكم ألف عافية. طيب باقي كم عندك؟ 5000 زود على الدرجات اللي خطوها اليوم. نتيجة تنتهي كذا 5000 انت. جميل حلو حلو. طيب يا شباب أعطونا الاتصال الثاني وخلونا